منحت جائزة نوبل للآداب عن عام 2018 إلى الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك بعد إرجائها السنة الماضية بسبب فضيحة جنسية طالت الأكاديمية السويدية. أولغا ألفت حوالي 12 عملاً وتتراوح إذن بين القصة الخيالية الفلسفية والرواية البوليسية البيئية الملتزمة. وإلى مرشحي جائزة نوبل للسلام التي ستقدم يوم غد، أصدر موقع الجائزة أعداد المرشحين لهذا العام والتي فاقت 300 مرشح من بين أفراد ومنظمات. ومن أبرز الأسماء المتوقعة للفوز غريتا ثامبرغ، الناشطة المناخية البالغة من العمر 16 عاماً، وإذا نجحت فستصبح أصغر متلقية للجائزة، وهي أصغر بعام من ملالا يوسفزاي التي حصلت على الجائزة ذاتها عام 2014. والمرشح الثاني رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد لأعماله في مجال إنهاء صراع بلاده مع إريتريا، بالإضافة إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن لأعمالها الإنسانية.